التلقافات هذه شوف كلها خزعبلات. الوحيد نشكروه ونحييه هو ماكرون رئيس فرنسا اللي قال اثبت انه قيس سعيد حجم يعني اقصى حركه الاخوان. انت من خارجك ربي من كرشوم ارهابي. عسلامه مسيو. عليك مبروك سعيد. علينا عليك ميرسي. حبيت نسالك على سلسله الايقافات في تونس، ايقافات سياسيه مثلا. ايقاف خذ ويروح. ايقاف هو مازال بريء راهو. وقتاش يقولوا موقوف؟ كي تحكم عليه المحكمه. انا توا شد الشارع عادي يوقفني هذيك بعد يقول لي بنروح وسامحني يقول بالله سامحني. ايقافات القضيه مجهوله. اما القضيه اللي انا نعطيك معلومه قانوني منير قروي سموني عراف انا في احد القنوات هنا يوم 9 ابريل عند الشهداء قلت له توقف الغنوش. قال لي شنو قلت له باش توقف الغنوش باش توقف. ونعطيك معلومه وحكيت على القنوات راهو الغنوشي باش قال الكلمه هذيك راهو حرب اهل هيا راهو مش قالها وحده راهو ثم دوافع من برا. اجانا من تركيا البارح من امريكا البارح. اجانا من امريكا البارح. قام حصل بإعانة مجانية اللي أمريكا ما حبش تعطينا قرض. إيش معناتها البارح تعطينا الإعانة 193 ألف دولار قام حصل إعانة الشعب التونسي. الإيقافات هذه شوف كلها خزعبلات. الغنوشي راهو شيطان أعوذ بالله الرجيم. موقفه وقال حرب أهلية وقيس سعيد هزوه سبيطار الرازي وكذا كذا راهي بدوافع. حب يضحي بروحه خاطر العناصر الركائز الاساسيه نتاع الحرب الاهليه هم في الحبس. اش عمل الغنوش روح خبيث سياسيين روح خبيث اش حب يعمل؟ يقول خلينا ندخل الحبس ثم الاشياء جايه وثم كذا كذا ضابط للشارع وكذا كذا يعرفها الكل والرئيس يعرفها الكل. الوحيد نشكروه ونحييه هو ماكرون رئيس فرنسا اللي قال اثبت انه قيس سعيد حجم يعني اقصى حركه الاخوان. الغنوش قضية بن علي راه ما وقفوش بن علي ما وقفوش ما ماني وقف في كلمة انت تسون اعلى هرم عامل استعلامات وعامل جلسة وتقول راه قيس سعيد يحب حرب اهلية. يعني انت عندك الادلة الثابتة وعندك شكون جامع البهلي اللي يوقف الغنوش راه سي كمل فقيه ونحييه وزير الداخلية هو الوقف على الكلمات ما تنزل الزول للرازي ما معنى حرب اهليه؟ يعني انت 12 مليون تونس نولوا كله برينا يعني انت سي غنوشي حركه النهضه تحب تشد الكرسي مره اخرى ولا ندخلوا حرب اهليه والديمقراطيه غير الديمقراطيه محمد الخامس اللي ماتوا فيها البوليسيه جبل الشعام اللي مات فيها عائلة السلطاني زوج اخوه ويقصوا له راسه ويهزوه لامه هذه الديمقراطيه نتاعك انا الديمقراطيه وقت قال لك غنوشي راهم ارهاب في جبل الشعام بيقلب لا ذلك شبابنا ويتعاطون الرياضه ويفكروا في شباب. شوف هذه رساله بعد قال لهم لا ذاك شبابنا يتعاطون الرياضه. انت من خارجك ربي من كرشوم ارهابي ومنفي طوّيت رياضي وتعرف الرياضه تعرف كل شيء. ولذا اخواتي نحييك انت ساعه وزميلك وشقات هذه بالله ونداء مني اليك رسالة شكر وامتنان رسالة إلى وزير الداخلية كمال الفقيه ونحييه تحية شخصية خاطر هو حبيبي راهو مش ثم فرق بين الأخو والأحب. سي كمال الفقيه حبيبي وتذكرت أنا وقلت له راك أنت راك مش جي رجل مناسب كل مناسب وإن شاء الله نعطيك نداء سي كمال الفقيه مش يولي أعلى من الحقيبة هذه مش يواصل بك المثابرة والنشاط بتاعه مشى الجندوبة مشى كذا مشى البرقبة مشى كذا ويتفقر نهار في بالك مشى الجندوبة وطلع سي كمال الفقيه الداخلية وشق فتره في جبل الشعامبي أمام الهربيين مشى هو شق فتره نهار 17 رمضان وشق فتره في جبل الشعامبي قال لهم كتحبوا حاجة هاني موجود والحمد لله هذه هي الوطنية وهذه هي رجال نسحقها في تونس.